عمري. والله ما سيب. اخ اخ يا راسي. خد اقول لك مالك. واحد على اول الشارع ضربني. تعال ورهولي. اها يا بابا. هو ده. مش تفهم الله اللي حصل. من غير ما افهم ده اللي يضرب ابنك طعل ايده. اديله. عايش يا بابا. والله انا راح اقول لبابا. روح قول له اللي تقوله. عاملني اخاف من ابوك يعني؟ مين ابوك ده؟ بابا ظابط خليه يجي لك الوقت ويوريك. خد هنا تعال صالحكوا على بعض. حقك عليا انا عارفه ايه الادب ده. خد اقول والله ما اصطلح. طب اجيبه كيف ده تاني؟ عجبك كده؟ عجبك كده لبسنا مع واحد ابو الظابط؟ انت هتدخلنا السجون انا قلتها لك. يا جدعان قبل ما بابا يجي خش على الاكونت بتاعي تحت الصوره بتاعتي في لينك لعبه اسمها بيتزا الممتعه. اقسم بالله لعبه ممتعه روح انزلوها. ده كذاب محدش يصدق. غور يد على البيت يا